النادي الأهلي العظيم في البداية طبعا خلاص الأجازة على وشك الانتهاء إن شاء الله بإذن الله. المدير الفني مارسيل كولر سيعود إلى القاهرة بإذن الله بعد بكرة يوم الأربعاء إن شاء الله يكون موجود عشان الرتوش الأخيرة للاستعدادات للبري سيزون. الحقيقة معسكر النمسا إن شاء الله يتوجه النادي الأهلي لمعسكر مغلق في النمسا إن شاء الله يكون في بعض المباريات الودية ويكون الحقيقة إن شاء الله بإذن الله بري سيزون أو استعداد لتكرار موسم استثنائي. موسم اللي فات الحقيقة النادي الأهلي اكتسح كل البطولات وكان ظهر بمستوى أكتر من رائع على المستوى الإدارة الفنية، على مستوى اللاعبين، على مستوى مجلس الإدارة. الحقيقة كان موسم من المواسم الرائعة للنادي الأهلي، والموسم القادم كلنا نأمل إن شاء الله، وعندنا أمل كبير جدا وعندنا ثقة كبيرة جدا جدا في ولادنا، في الجهاز الفني، في مجلس إدارتنا. إن شاء الله يكون كمان موسم عظيم للنادي الأهلي، لأن التحديات كثيرة الحقيقة. الموسم اللي جاي أصعب من الموسم اللي فات، يعني الموسم اللي جاي عندنا بطولات كثيرة جدا في انتظار نجوم النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي. عندنا بطولات على المستوى الأفريقي، على المستوى الدولي، كأس العالم للأندية، على مستوى كاس مصر، على مستوى طبعا الدوري العام للموسم القادم. ان شاء الله يكون موسم جيد ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد بيبو بينهي كل اجراءات المعسكر الحقيقه وتوجه فعلا الى النمسا، بيرتب الخطوات الاخيره لاستقبال ان شاء الله فريق النادي الاهلي في النمسا. ان شاء الله باذن الله هيكون في عدد زي ما قلت لحضراتكم، عدد لا باس به من اللعيبه من قطاع الناشئين. يمكن الاسبوع اللي فات واللي قبله قلت رساله سريعه للولاد دول، دي فرصه عظيمه، فرصه كبيره جدا جدا لكل ولادنا اللي موجودين في قطاع الناشئين ان هم يتواجدوا في معسكر النادي الاهلي. الحقيقه لان بالنسبه لي دي كانت بدايتي مع الفريق الاول للنادي الاهلي، انضمامي لمعسكر كان ساعتها المعسكر في غزلافيا، وانضمامي لمعسكر الفريق الاول كان بالنسبه لي هي يعني خطوه كبيره جدا، والحقيقه مسكت فيها بايدي واسناني و أثبتت وجودي في المعسكر، وده المطلوب من ولادنا اللي هيسافروا إن هم يجتهدوا كثيرا جدا. الأمور هتبقى مش سهلة، الأمور صعبة، إنك تحط رجلك وسط فريق النادي الأهلي وأنت عمرك لسه 18 19 سنة، ده مش سهل وبيحتاج منك مجهود وتركيز. فرسالة ولادنا اللي طالعين من قطاع الناشئين، ابدأ من دلوقتي جهز نفسك، ابدأ احلم للفترة اللي جاية المعسكر هتقضيه ازاي، التزام، تدريب على أعلى مستوى، التزام بالتعليمات، هتبقى فيه تعب ومجهود، ولكن كل دوت إن شاء الله من خلال سياسة النادي الأهلي الحقيقة في السنين اللي فاتت والسنين اللي جاية كمان بالأخص، الاهتمام بقطاع الناشئين والاهتمام بولادنا والاهتمام بدفع عدد كبير جدا إن شاء الله من قطاع الناشئين من ولادنا ليمثلوا النادي الأهلي مع الفريق الأول وإن شاء الله مع منتخب مصر.